باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل لنا نعمته وبركته من الآن كل أوان إلى ظهر الدهور آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بعيد الميلاد، ولو حبينا نسمي هذا الفرح العظيم بميلاد مخلصنا نديله اسم كده، ممكن ناخد عنوان ولا يكون ظلام. الآية ديت اتقالت في أشعياء 9 آية 1، يقول كده: ولكن لا يكون ظلام التي عليها ضيق. يعني كان في ظلمة بسبب الخطية، بسبب فساد الطبيعة، كان في هلاك محقق على البشرية كلها، لكن في وعد كده من ربنا يقول ولكن لا يكون ايه، لا يكون ظلام. خلاص بالتجسد مش هيبقى فيه ظلام، هيبقى فيه ايه، النور الحقيقي الذي اتى ايه لينير كل انسان اتيان الى العالم. عشان كده تكملة يقول الشعب السالك في الظلمة، دي نبوة في اشعياء، الشعب السالك في الظلمة ابصر نورا عظيما، والجالسون في ظلال الموت أشرق عليهم إيه؟ أشرق عليهم نور. ويكمل كده يقول كده: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفيه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إله قدير أبا أبديا رئيس السلام. هو بالتجسد أخلى ذاته واتولد، يقول كده: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. بس ده الميلاد الايه؟ الزمني. لكن كان ليه وجود قبل الميلاد ده؟ كان ليه وجود طبعا قبل الميلاد ده، عشان كده الانجيل النهاردة بيتكلم على ميلاده الايه؟ الازلي، من الاب قبل كل الدهور. عشان كده لو حبينا نسمي العيد نقول لا يكون ظلام بمجيء النور الحقيقي الذي أتى إيه؟ إلى العالم. مش بس لا يكون ظلام، ده في فرح عظيم لما بنقول كده: الملائكة ظهروا للرعاة نبشركم بفرح عظيم. هذا الفرح العظيم هو بمجيء مين؟ بمجيء المخلص. عشان كده لما بنقول له في قطع باكر: أيها النور الحقيقي الذي أتى ليضيء لكل إنسان، أتيت للعالم بمحبتك للبشر، كل الخليقة إيه؟ تهللت بمجيئك. الخليقة الجديدة اللي قبلت بقت متهللة فرحانة باللي انت عملته. عشان كده العيد دوت بنحتفل بيه بعمل الله في طبيعتنا، اخد الذي لنا واعطانا الذي ايه، الذي له. عشان كده بالتجسد نقدر نور اول حاجة بالتجسد هو عرفني ذاته. بالتجسد هو عرفني ايه ذاته. لا يمكن كنت اوصل للمعرفة ديت ولا الاعلان ده الا لما هو يعلن لي ايه ذاته. الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو ايه، هو خبر بالتجسد بتاعه اعلن لي ايه ذاته وعرفني ذاته. دي اول حاجة. عشان كده في رسالة يوحنا يقول كده: الذي شهدناه ورأيناه ولمسته ايدينا من جهة الحياة. شهدناه ورأيناه، هو اللي عرفني ايه، هو اللي عرفني ذاته. كمان بالتجسد اعطاني الخلاص. عشان كده دايما بنترنم بالترنيمة ديت في كل مناسبات السنة، لانك ايه في المناسبة ديت ولدت وايه وخلصتنا، في المعمودية اعتمدت وخلصتنا، صلبت وخلصتنا، قمت وإيه وخلصتنا. طول السنة الكنيسة مشغولة عايزة تشغل أذهاننا إن كل عمل ابتدى المسيح بالتجسد من أجل إيه؟ من أجل خلاصنا. يبقى بالتجسد عرفني ذاته، بالتجسد أعطاني الخلاص، تالت حاجة بالتجسد ولدني من جديد. الولادة الإيه؟ نقول كده ميلاد الفوقاني الذي من الماء وإيه والروح.
كنت محتاج هذه الولادة بعد ما الطبيعة فسدت، كنت محتاج ان انا اتولد من جديد ولادة روحية. عشان كده كان من اهداف التجسد ان هو يولدني من من جديد. رابع حاجة بالتجسد قدسني بروحه، اعطاني اعطاني الروح القدس وبقيت هيكل لروح الله. التجسد فيه اهداف كتيرة جدا، طبعا الهدف الاساسي هو خلاص البشرية، لكن في اهداف تانية زي ما بنقول كده ان هو عرفني ذاته، خلصني، ولدني من جديد، قدسني بروحه. رابع حاجة او خامس حاجة اظهر لي الطريق. الطريق طريق الخلاص ابتدى بالايه؟ بالمزود، باخلاء الذات. عايز يقول لي ونفس اللي المسيح قاله، من يأتي وراء من يتبعني فالايه ينكر نفسه. يعني امشي، عايز تمشي معايا ابدأ بالايه؟ بالمزود، اتضع، اخلي ذاتك، وبعد كده احمل صليبك، هتوصل معايا للايه؟ للقيامة، القبر الفارغ. بس ابدأ بالايه؟ بطريق المزود. يبقى التجسد عرفني ذاته، خلصني، قدسني بروحه، ولدني من جديد، وأظهر ليا الإيه؟ أظهر ليا الطريق. ربنا يدينا دايما كده نفرح بتجسد إلهنا ومخلصنا، ونقول له نشكرك يا رب على عملك معانا. زي ما بيقول كده يوحنا ذهبي الفم، أخذ جسدي ليقدسني وأعطاني روحه ليخلصني. ربنا يدينا نعمة ويحافظ عليكم. كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.